ازيك يا نضال؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على فكرة أنا كنت قلقان عليكوا أوي. الحمد لله إن أنتوا رجعتوا بالسلامة. شكرا أوي يا حسن. أنت بتعرفي إن أنا كنت بطل مصر في الوثب الطويل؟ وكانت أمنيتي طول عمري إن أنا أخش أولمبياد وأخد ميدالية. بس أنا بعد ما عرفتك يا نضال، معنى البطولة نفسها اتغير في عينيا. أنا اكتشفت إن في ناس عمرهم ما خدوا ميدالية ولا شالوا كاس، بس قدروا يحققوا بطولات مفيش أي حد في الدنيا يقدر يعملها. صح. ورحت دفاع عرسية يا دي عبد الجليل، الواد راح بارك على الأرض. أباي! لو كنت معاك يا إبراهيم، ده كانت الدنيا اختلفت، ده أنا كنت وريتهم التبدع. ده كان زمان اسم عبد الجليل ده بيرفرف كده في إسرائيل ويرن. أصل بص، خبطة الروسية دي ليها أصول، وأنا الروسيات بتدرس عندنا في منشية نصر وفي الدويقة. يا ابني اسمع، بص، اول درس مثلا تقوم ماسك اللي قدامك كده عفقه من كتافه، يقوم جاي له تنشن في كتافه، تقوم انت مركز في سنتر نافوخه وماسك نافوخه من ده وهابق عليه بدماغك، تقوم مفلوقه نصين زي الخروه كده في الكره الشراب. يعني المهم اخدت على اخوانا ابو الكبات. يعني غدر فرحان قوي ليه كده بقى؟ الرجوله والجدعنه يا ابراهيم انك تقابل خصمك راجل لراجل تخبطه الخبطه من دي تقوم جايبه لمسه اكتاف زي المصارعه. لا بقول لك ايه يا تهامي، اوعى تفتكر يا حبيبي ان شويه العضل اللي انت نافخهم دول هيخيلوا علينا، ده كل ده امينو ان او مش عارف ايه والحاجات الهبله دي، واضرب في الحقن، ده انت تلاقي هرموناتك بايظه حبيبي. هرمونات ايه؟ انت بتكلم فرخه قدامك؟ انت هتصوت يا ابراهيم؟ انت عشان ضربت لك واحد فاكر نفسك هوجن؟ في يالا بس 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 بقى ايه؟ انت وهو في ايه؟ انتوا مش حاسين بينا خالص؟ ما عندكوش دم؟ انتوا مفكرين اليهود هيسيبونا بعد اللي انتوا عملتوه ده؟ اوف. هو زي المال مش مستمتع بالرحله معانا. مش عارف الواد ده من ساعه ما شفته كاتيان في نفسه كده بيهر كتير. كاتيان في نفسه؟ اه هو كاتيان في نفسه فعلا. والعصر دول هتعملوا معاهم ايه يا بشير؟ اسرائيل طالب البدل ونحن معنا مانع، راح نبدلهم ب 500 معتقل من السجون الاسرائيليه. يا الثمانيه ب 500. شفت هلا قيمه العمل اللي عملته هنا شباب؟ شوف كم عيل راح بتفرح فيه. طيب انا ليا طلب عندك يا حسين. امور يا ناجي بيك. في اسير بقاله 16 سنه معتقل في السجون الاسرائيليه. انا عايز الاسير ده بالذات يطلع المره دي. اذا كان بعده عايش. ان شاء الله لسه عايش. شو اسمه؟ اسمه طارق زياد. من غزه هو، بقاله 16 سنه معتقل. ان شاء الله بيفرج عنه يا اخي ناجي. طيب ما قلتليش هنرجع مصر ازاي؟ كل شيء مرتب بالنسبة لكم. رح تطلعوا من هون على الشام، وبالشام رح بلاقيكم أخ من رجالنا اسمه أبو القاسم، وصلكم على مصر سالمين آمنين. طب وليه ما نطلعش عن طريق لبنان؟ ما بتطلع عن طريق لبنان ومعك كل هالمصاري؟ إيه والله ما بتطلع بدولار واحد. عملاء إسرائيل من تشريم كل الوطن العربي، وأنتم صرتوا معروفين بالنسبة لإسرائيل، ولحتى يجيبوكم مستعدين يدفعوا أكتر بكتير من يلي أخدتوه منهم. ناجي عطا الله هو الزعيم بتاعهم، ده واضح بدون أي شك. كانوا مجندين معاه وهو بيخدم، لكن لما ساب السفارة هناك رجع مصر بسرعة ولمهم تاني. عشان كده في علامتين استفهام مش عارفين نلاقي لهم اي تفسير. الولاد دول راحوا اسرائيل ليه؟ وليه اسرائيل متمسكه بيهم قوي كده؟ طبعا مش ممكن يكون عايز يجندهم في الجيش الاسرائيلي يا فندم. لا 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 استبعد الكلام ده خالص، الولاد دول نوايتهم ما تعملش الكلام ده ببساطه وفي الوقت القليل ده. كلهم عندهم مشاكل في حياتهم يا فندم. انا عندي تقارير عن كل واحد فيهم ما توصلهمش النتيجة باللي انت بتقوله. بالعكس انا الاوقع بالنسبة لي ان الاولاد دول اللي فجروا المبنى بتاع تل ابيب. بس لو كان كده يا فندم المفروض ان المقاومة اللبنانية تساعدهم مش تسلمهم. مين البيت دي؟ محدش عارف يجيب اخبارها؟ لسه يا فندم. شوفوا يا جماعة، المفروض نظريا ان ناجي عطا الله واللي معاه ما خرجوش بره مصر، يبقى أكيد هيرجعوا مصر في أقرب فرصة. عملتوا إيه مع أهليهم؟ أقنعناهم سعادتك إن هم أشباه،
وان هما شغالين في موقع في شرم الشيخ تحت عينينا وانهم راجعين قريب قوي. واقتنعوا؟ سعادتك عارف المصريين ما بيقتنعوش بسهوله، وخصوصا الست ام عبد الجليل دي ست فظيعه يا فندم ملهاش حل. لولا الملامه كنت قلت لسعادتك تشغلها معانا. ست يا فندم ذكيه ذكاء خارق. ايوه وحمد المصري ابو حسام تقريبا عنده انهيار عصبي مش قادر يتملك اعصابه. طبعا انا حاولت اطمنه على قد ما قدرت. طبعا يا احمد مش محتاج اقول لك لازم مراقبه مشدده على اهاليهم عشان نقدر نوصل ليهم. الاولاد دول لازم هيتصلوا باهاليهم عشان يطمنوهم. هتوحشونا ابو حسين، بس احنا دايما هندعي لكم ان ربنا يوفقكم وينصركم. نحن اخوي يا خنازي، وانتوا بالقلب على طول العمر، وما راح ننسى ابدا اللي عملتوه. ايه ده يا ابو حسين؟ هيلا تموت. اذا بتتفضل انس النضال واتنين بقلبه بعيد الشر عنك. اذا حدا وقفكم على الطريق بتقولوا بس رايحين ندفن هالجد بالشام. وهيدا تصريح. غير تصريح بالدفن اتفضل. وابو القاسم مش هيستنانا على الحدود السوريه؟ لا، هو حاسسكم باوتيل بعيد عن عيون الناس، وهيدا عنوان الاوتيل. راح ببيته الليله هونيك، وبكره الصبح بتروحوا طوالي على مصر ان شاء الله. طب دلوقتي احنا ما معناش اوراق، هنعمل ايه على الحدود السوريه؟ هيدي هويتكم، ما حدا بيقدر يوقفكم ابدا. رح بتمروا مثل ما تمر الشعره من العجينه، مش هيك بتقولوا بمصر؟ وهيدا تليفون خليه معك، اذا صار معكم شيء بتحكيني، ونحن بعشر دقايق بنكون عندك. ربنا ما يحرمنا منك ابو حسين. يلا لضيف.
يا باشا، هو احنا ما رحناش مصر عن طريق لبنان ليه؟ ايه اللي يودينا سوريا؟ ما نقدرش نروح لبنان دلوقتي يا ابراهيم، الحاله هناك ما تطمنش. ازاي يا باشا الكلام ده؟ بلبنان دي زي الفل. ده انتوا ميح، ما تعرفوش ايه اللي بيحصل في البلاد اللي جنبيكوا؟ ما تعرفوش ايه المشاكل اللي بتحصل في لبنان؟ يا باشا انا عارف ان في مشاكل في لبنان، حضرتك فاكرني منفصل عن المجتمع اللي انا عايش فيه؟ ده لبنان مولع. والله برافو عليك يا ابراهيم، برافو عليك فعلا. ايه المشاكل بقى اللي تعرفها؟ هيفاء وهبي ورولا سعد رافعين على بعض قضايا ومقطعين بعض في المحاكم، اصل مدير اعمال هيفاء يا باشا سابها وراح اشتغل مع رولا. هي دي مشكله لبنان يا حيوان. مشكله لبنان ان فيها كذا طائفه. طائفه ازاي لا مؤاخذه يا باشا؟ مشكله لبنان ان دول واعيين مع دول ودول مش طايقين دول، جم دول عايزين يطلعوا دول عشان يركبوا على دول، راحوا دول ضاربين في دول، دول بقى جم اتحالفوا مع دول عشان يخوفوا دول، دول يسكتوا؟ لا. يا سلام، أدب السياسة دي بحر. انت عارف يا باشا انا كنت اقعد قدام التلفزيون طول الله برسمه ما فهمش حاجة خالص. بس عايز اسألك سؤال كده يا باشا لمؤاخذة، يعني قال ليه دول ما يوقفوش مع بعض لمؤاخذة قدام دول وقفة رجل واحد؟ والله يا عبد الجليل ده لا اكتر واحد بيفهم فيكم، طلعت ميح. سيبك من دول سعادتك، خليك معايا انا اقول يا باشا اقول. اسرائيل بقى ايه اللي يهمها؟ ان دول يقعوا مع دول ودول يقعوا مع دول، كلهم يقعوا مع دول. ما هي الفرجه والتحزب دول يا نجيبيه هم قافه الامه العربيه والاسلاميه جمعاء، علشان كده ما قدمناش غير ان الامه العربيه والاسلاميه تكتف وقف ورا دول، ساعتها دول هيعملوا لنا مليون حساب. طب وهي سوريا دي فيها دول ولا فيها دول؟ سوريا ما فيهاش غير دول. احنا لا لينا دعوه بدول ولا لينا دعوه بدول. امال لينا دعوه بمين؟ بدول. في نهاية الطريق هنلاقي نقطة تفتيش لبنانية، في ناس مستنيانا هناك عارفين ان احنا جايين، هما دول اللي هيعدونا من نقطة التفتيش السورية حوالي 2 كيلو. ودول يا باشا ما عندهمش دورة مية؟ لا مؤاخذة يعني اصل انا محصور. ايه يا جحش انت؟ في بنات معانا ما تنقي ملفظك. امال عايز يقول ايه يعني؟ ما يقول عايز اخش التواليت. تواليت؟ وده يعرف يعني ايه تواليت؟ ده ما عندهمش حمام في بيتهم اساسا. اقف يا ابراهيم، اقف شوية. والمرة خلي النضال تفك عضلاته. اقف. انزل عبد الجليل ريح نفسك ورا اي صخره ولا اي مصيبه. وانا يعني اللي حامل فيها قمع، انا هنزل افك يا باشا. افك ولا مكتور احسن؟ اصل انزل انزل. عن اذنك يا حسام اصل محصور. انت براحتك يا باشا. في مكان ليه يا رجاله؟ اتفضل يا باشا. واسع شويه يا حسن. ايه ده؟ شلالات نياجرا.